ابراهيم، اهلا بيك. حضرتك سلمنا على الاستاذ عدلي. اهلا بيك يا استاذ اتفضل عمر. يا اهلا اهلا. انا هتكلم في كام نقطه كده بسرعه شويه. اتفضل. الكابتن ابراهيم فايق لما اتكلم عن الكابتن سيد عبد الحفيظ، احنا ما شفناش اي رد فعل او اي حاجه. احنا لينا المتحدث الرسمي بتاعنا بيتكلم معاه، الكابتن حسام البدري بيتكلم معاه، وفي الاخر لينا الكابتن وليد سليمان طالع معاه حوار. يعني بس عشان ابراهيم فايق في نفس اليوم او تاني يوم كلم المسؤولين في النادي وتم احتواء بس وتم احتواء يعني المشكله إيه في وقتها. طار اللي انتوا عايزينه ده، اتكلموا ما لقيناش حاجه ولقينا حاجه، والراجل اعتذر واحتوى الموضوع. وكابتن سيد من فضلك بلاش شغل بقى انكم تبقوا ملكيين اكتر من الملك، وبلاش والنبي التنظير على الاهلي بمبادئه، لان كفايه سيبوا غيركم يعمل الكلام ده، كفايه تنظير على الاهلي بمبادئه بقى. لا، حصل مليون حاجه والراجل اعتذر، والكابتن سيد قبل اعتذاره، مش كل حاجه بتحصل بتاعنا يعني، وخلص الموضوع. انما هنقعد كل نعيش الطار البايت ده وبعدين والدنيا تمشي ازاي؟ لو ما اعتذرش ما كانش حد هيتعاون معاه طبعا، لكن اعتذر الراجل وصاحب الشأن قبل. واحنا اعلنا ده يوميها هنا في ملك وكتابه يا استاذ عمر.